نحكي اليوم عن صحة الأطفال حديثي الولادة. أوعكم تبعدوا الطفل عنهم إلا في حالة واحدة، إذا اضطر الطبيب إلى إدخاله إلى قسم الخدر. دائماً الأم بتنقذ إشي تاكل خلال فترة الرضاعة، لأنه كل شيء بيعكس على حليب الأم. يعني أنا ما زلت بذكر أم جابت لي طفل قالت لي هذا في أول أسبوع أكل منسف. في بعض الأهل بشدوا الأطفال بشكل قوي من إيديهم، فهذا بتسبب لنا في مشكلة كبيرة. الإشي اللي أنا كتير مبسوط علشان إنه لما بلشنا لليوم ما تبت الوزن. نمسك من هون وبنبدأ ننزل. تحية كلها محبة لمشاهدي برنامج نبض عبر شاشة التلفزيون الأردني. حلقة جديدة وموضوع جديد، حلقتنا اليوم مميزة جداً وكلها معلومات وحقائق وفائدة، بس لازم أرحب بجمهورنا طالبات كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهنة الطبية المساندة. أهلا وسهلا فيكم وبالمشرفين أكيد. أهلا وسهلا. رح نحكي اليوم عن صحة الأطفال حديثي الولادة، ورح نجاوب مع المتخصصين على أسئلة بتدور طول الوقت بعقول الأهل اللي عندهم أطفال في أشهرهم الأولى. بدنا نعرف إيش العلامات والأعراض الطبيعية بهذا العمر، وإيش الأعراض اللي لو صارت نعرف إنه لازم نراجع الطبيب. الغذاء وشو لازم يأكل الطفل وشو لازم ما يأكل الطفل عشان صحته تكون أحسن ما يمكن. ومعنا بحلقة اليوم فقرة كتير مهمة وأساسية، واللي فيها رح نوضح الرأي العلمي بممارسات من تشري حوالينا مع الأطفال، مثل نعطي مي وسكر، سكر فضي للأطفال، زهورات، أعشاب، تمليح، تربيط وغيرها وغيرها. رح نجاوب عليها، وخلينا نبدأ. عشان هيك رحبوا معي باستشاري الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الحسين السلط الدكتور سعيد رائف نجم. وأكيد أكيد فريق نبض الصحي أسيل وعمار وأسامة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة كلها جمال زي الأطفال اللي رح نحكي عنهم اليوم. أهلا. خليني أبدأ معكم طالبات كلية رفيدة. إيش قديه بتحسوا إنه الأم بتعاني من مشاكل لما تكون ولدان جديد؟ تفضلي إيمان. إذا كانت هاي التجربة للست لأول مرة أكيد رح تعاني من شوية مشكلات، أما إذا كانت عندها خبرة سابقة وولادات سابقة ما رح تتواجه من أي مشكلة أو تعاني من أي مشكلة، بتكون الأشياء مارقة عليها قبل هيك. صحيح؟ طيب إيش ممكن تكون أبرز هاي المشاكل اللي حكت عنها إيمان؟ خصوصا إذا كانت يعني أول طفل عندها رح تعاني من مشاكل كثيرة. من هاي المشاكل كيفية حمام الطفل، كمان كيفية الرضاعة، كيفية التعامل معه، اللباس، وكمان كيف إنه تغطيه بالليل أو إنه كيف تغطيه بصورة عامة، خوفا عليه من مشاكل، أو كيفية التعامل هي معه كمان كأمه كطفل. صحيح. ألف سؤال وسؤال. مظبوط. رح نحاول نجاوب عليهم كلهم اليوم. طيب من وين بتكون مصادر الأمهات هالأيام؟ نور تفضل. طبعا حكينا انه ممكن الام انها تجيب وسائل، يعني من اكثر من شيء. ممكن انه ممكن تكون من امها، انها تسال امها، تكون مصدرها الاول اللي هي الام. ممكن اذا مثلا كانت في مثلا عده اسباب، ممكن تكون الام متوفيه، ممكن حماتها. بس في هلا يعني مع الايام، في الايام هاي في الوسائل التكنولوجيه زي الانترنت. ممكن اني ارجع للانترنت، ممكن اني اي سؤال بدي اياه بطول من الانترنت. صح. اي شغله عندنا بطولها من الانترنت. وممكن كمان في هاي الامهات كثير انها مركزين عليها، مركز الامومه والطفوله عند مراجعة كل أسبوع تقريبا أو أسبوعين من مدة حملها. ممكن أنها تروح على تسأل ممرضة هناك أو سيستر أو هيك، تسأل عن مرض معين أو شغلة معينة بدها إياها هناك. ممكن مركز الأمومة والطفولة يفيدها كثير. يعني كثير المصادر كثير حول الأم موجودة. أكيد. صحيح. طيب خلينا نروح نشوف برا الاستوديو، سألنا الناس إيش رأيكم أكثر الأشياء اللي الأم بتسأل عنها في الأشهر الأولى لطفلها. خلينا نشوف ونرجع لكم. صح الأمهات الحوامل واللي ولدنات إنه يديروا بالهم على أطفالهم وعلى صحتهم. وأضف إلى ذلك إنه طبعاً بنصح الأمهات إنه على الرضاعة الطبيعية حمام الطفل. في بعض السيدات بيستخدموا المية والملح، وهي من الأخطاء الشائعة، حيث أن هاي استعمال المية والملح بيعمل على تسكير المسامات الجلد. أطفال اللي وزنهم أقل من 2 كيلو بحاجة إلى تدفئة أكثر من أطفال عاديين،
لأنهم صراحة مناعتهم بتكون قليلة جدا. لما يكون الطفل معه إصفار لازم إنها ما تخليه نايم، لازم تعرضه للشمس، أو مثلا في بيعملوا أشياء خطأ مثل إنه تبعية الثومة وما ثومة أو الأعشاب اللي بيعملوها، إنه تعتمد صحة هذا الطفل على صحة الأم. إذا كانت صحة الأم منيحة وممتازة تعود للطفل. طبعا الدكتور له اكم من تعليق على التقرير اللي شفناه قبل شوي، ايش تعليقك دكتور؟ اولا اهلا وسهلا فيك ست نونود. دائما احنا كويس نوزع وننوع مصادر المعلومات، لكن ما ننوعها كثير كثير اللي بشكل تصير متناقضه. الام بتكون خايفه واعصابها قلقه على هذا الطفل، وصحيح انه يعني بهمها كثير انه الطفل ينمو وينشأ نشأة صحيحة، والمشكلة لما تجيها معلومة وعكسها، فهذا سببه التدخل الشديد. إحنا مجتمع شرقي والكل بحب ينصح ويدلي بدلوه بحسن نية وبحب المساعدة، صحيح. لكن الأم إذا صارت تسمع لكل مقولة تتعب، لذلك لازم يكون عندها مصدر موثوق، يعني trusted source تثق فيه تستمع له. ممكن يكون الطبيب، ممكن يكون ممرضة، مركز أمومة وطفولة. إحنا إن شاء الله بحلقة اليوم كمان كل هاي الأمور بدنا نوضحها بإذن الله تعالى. طب خليني أسألك السؤال الأول، إمتى بيبدأ دوركم مع الأم الحامل؟ الصراحة إنه دور طبيب الأطفال أو طبيب حديثي الولادة يبتدئ منذ بدء الحمل، لأنه في أمراض عديدة تبتدئ مع الحمل، ويجب أخذ مشورة طبيب الأطفال. إيش نسوي مع هاي الأم؟ إمتى نولدها؟ كيف نولدها؟ نعطيها أدوية؟ ما نعطيها أدوية؟ لذلك في المستشفيات وفي الأماكن الراقية في العالم بيحدث راوند مشترك، يعني مرور بين طبيب الحديثي الولادة وطبيب الولادة، يمروا على الأم الحامل قبل ما تولد، وبيعرف نفسه الطبيب الحديثي الولادة مثلا، بقولها أنا الدكتور سعيد نجم طبيب الولادة، أنا راح أعتني بطفلك بعد ما يولد، أنت متوقع أن تلدي ولادة مبكرة، لا تخافي يا أختي، عندنا تجهيزات، ابنك متوقع يدخل المستشفى، ينام عنا شهرين. هذا التواصل مع الأم، هذا الحكي قديش بيريح الأم، بيريح يعني جدا، في ألف سؤال بتصير عارفة إيش بده يصير، صحيح. مع ابنها، صحيح. وكذلك نضع خطة مع طبيب الولادة إنه لإمتى نصبر، نولدها متى، إيش نعطيها أدوية، نعملها فحوصات للأم. في أمهات يحملوا مثلا أمراض سارية أو أمراض معدية، ففي أمور عديدة تبدأ بالحمل. ثم المرحلة الثانية عند حدوث اقتراب الولادة، عند اقتراب الولادة وضع الطفل في هذه الولادة مهم كتير على الأوتكم تبعه، على إيش بده يصير. إذا الطفل جاي مقعدية، يعني جلوس جالس، بيأثر غير عن اللي نازل براسه، أو مستعرض، أو في الطفل عالي كتير مش قابل ينزل، أو حجم الطفل سيء، نبض الطفل مش منيح أثناء وجوده في بطن أمه إحنا بنحكي. لذلك كتير بيجي طبيب الأطفال أو طبيب الولادة بيقول يا دكتور سعيد إحنا عندنا هذا الطفل نبضه قاعد بنزل كل فترة لفترة، فإيش رأيك نولده ولا نولدها سيزيريان ولا نولدها كذا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة عند حدوث الولادة نفسها يجب أن يحضر طبيب الأطفال، وخصوصا عند الولادات عالية الخطورة أو الولادات القيصرية يجب أن يكون متواجد، لأنه وجد علميا أنه إعطاء المساعدة للطفل في أول ساعة بعد الولادة سيكون لها أثر عظيم جدا في إنزال نسبة المضاعفات أو المرضى وإنزال الوفيات. وهذا الآن اللي منركز عليه، إعطاء المساعدة للطفل في أول ساعة. تمام، بيقدر طبيب الأطفال يلاحظ أي علامات معينة وعلى أساسها يوجه الأم والأهل. بالضبط. لذلك لابد من المستشفى اللي فيه قسم ولادة أن يكون في 24 ساعة طبيب أطفال مناوب، ويحضر الولادات الخطيرة. أحياناً القابلة هي بتدل طبيب الأطفال على خطورة الولادة. مثلاً الطفل إذا أخرج مادة العق في بطن أمه، بتقول له يا دكتور عندنا السائل النازل من الرحم ملون أخضر، في حاجة إذا غلط عند الطفل، هذا بتنقل الملاحظات اللي تنقل القابلة. أحياناً مش بس الطبيب والقابلة، الأم بتقول أنا الطفل مش عمال بتحرك آخر ساعتين، نهتم جداً إنه هذا الطفل بتحركش، معناه صار عليه مشكلة داخل الرحم. وبعد الولادة حكينا بيحضر طبيب الأطفال وبيصنف الأطفال إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول صنف جيد ولا بأس بالروتين كير، يعني الرعاية الطبيعية الروتينية بروح مع أمه. وصنف ثاني observation، يعني ملاحظة فقط. وصنف ثالث بده دخول على أقسام الخداج وعناية طبية لأي سبب من الأسباب اللي ممكن نحكي عنها بعد ذلك. بعدين بيبدأ طبعا دور طبيب الأطفال بعد الولادة،
بده يروح عند الأم ويفحص الولد مع الأم ويحكي لها إيش شاف عنده. هون بصير مشاكل كثيرة. يعني في عند الأمهات في عند الأطفال شغلات بسيطة إذا لم تشرح للأم وطلعت الأم ما عرفت تتعامل معها مشكلة. يعني أضرب لكم مثل بسيط جدا، طفل ولد ومثلا عنده فتحة الشرج مغلقة، فهذا الطفل اجى الدكتور فحصه وما فكش البامبرس ولا طلع فتحة الشرج، شو بده يصير؟ بده يروح مع أمه. أول يوم ما أخرجش، ثاني يوم ما أخرجش، الأم يعني ما بتعرف ما أخرجش، ثالث يوم بده يجي على المستشفى بوضع سيء طبعا. فإذا فحص الطفل اللي هو عند أمه مهم جدا جدا لاكتشاف أشياء تشوهات خلقية أو أشياء مرضية. كل ما تدخل طبيب الأطفال أبكر كل ما كان الوضع للطفل هذا أفضل. طيب خلينا نسأل الصبايا إذا عندهم بهاي المرحلة. تفضل يا فرح. طبعا بدي أسألك، هل أنت بتشوف من التوصيات أنه لازم نبعد الطفل عن أمه في بعد الولادة مباشرة؟ يعني لأنه هلا تعدد الإجابات أنه نبعده عنه أو لا، بين نعم أو لا، فإحنا بدنا نعرف أنه الإجابة العلمية الصحيحة شو هي. أوعكم تبعدوا الطفل عن أمه إلا في حالة واحدة، إذا اضطر الطبيب إلى إدخاله إلى قسم الخداج. مستشفيات الحديثة الآن بتقول الأم بينحط الطفل عندها، بتعتني فيه من أول لحظة، حتى مش من أول لحظة، لما تولد. تعرفوا لما يطلع الطفل ويبكي المفروض في الطبيب الجيد إنه يحمل هذا الطفل بعد ما ينشفه ويعمل له الأشياء الأساسية وينظف له أنفه وكل إشي ويضعه على صدر أمه ويذهب معها إلى غرفتها. ليش؟ هذا الطفل تعود على سماع نبض أمه في بطنها وتعود عليها وهي تعودت عليه، لا يجب أن نفصلهم عن بعض أبداً. إبعاد الطفل عن أمه خطأ شديد جداً. تمام، شكراً كثير يا دكتور. وإلنا محاور أكيد لقدام. عمار، عم نحكي عن أطفال حديثين الولادة. أنا بعرف إن كل اللي حواليهم بيلعبوا رياضة، كل معجوق، أيوة، اللي بيركض بيجيب شغلة، واللي بنط واللي بيضحك. طب الطفل، شوفي الطفل اللي بدقق فعلياً، بنشوف حركات إيدين الطفل وحركات إجريه اللي بتبين عنا عشوائية، هي فعلا عشوائية لكنها مش عشوائية لأنها عشوائية لأنه هو عماله يتعلم كيف يستخدم جسمه. وهذه هي الخطوة. يعني إحنا في الرياضة في دايما عنا بنسميه learning curve اللي هو neuromuscular coordination، التناسق العضلي العصبي، اللي هو أول مرحلة في التمرين الرياضي فعليا، أول بتقعد بين أسبوعين لثمان أسابيع وهو الشخص لسه عم بيتعلم الحركات اللي عم بيعملها، وهي أبداً نسخة عن الطفل لما يطلع ويتعلم يستخدم جهازه العصبي لكن على مستوى مختلف. يعني أول حصة جيم بياخدها بس ينزل على الدنيا وفي واقعياً ممتاز. صح. طيب أسيل، عم نحكي عن أمهات وولدوا الأمور تمام، بيسألوا دائماً عن القهوة والشاي بهاي الفترة، إنه هل يشربوا قهوة وشاي ولا لا؟ للأسف هلا إذا بتلاحظي دائما الأم بتنقز إجا تاكل خلال فترة الرضاعة لأنه كل شيء بيعكس على حليب الأم. صحيح. هلا القهوة والشاي ممكن تفوت على الطفل، والطفل لسه ما عنده القدرة إنه هو يهضم الكافيين زينا، فممكن تلاحظ إنه الطفل بطل ينام أو طولت نومته، فبفضل يبعدوا عن هاي الأشياء وياخذوه إذا بدهم ياخذوه. أوقات إحنا مع هالأيام نضطر أوقات نشرب فنجان قهوة مع حدا، يكون في كميات قليلة، يعني فنجان واحد باليوم بيكون كافي وزيادة، ويفضل أحسن تبعد عنه بالمرة. ومن حكينا عن الغذاء خلينا نروح ونتعرف على فوائد القرفة ونكمل مع فريق نبض الصحي بمعلومات وحقائق عن الأطفال في أشهرهم الأولى. القرفة من أشهر وأقدم التوابل في العالم، أصلها من سريلانكا ومنها انتشرت لكثير من الدول الاستوائية، وعرفها كتير من شعوب العالم. القرفة بريحتها العطرية الشهية هي عبارة عن اللحاء الداخلي لشجرة القرفة، تتجفف وبتستعمل كعيدان أو حتى مسحوق ناعم. تعتبر القرفة مصدر غني للمنغنيز والحديد، واحتواء القرفة على الكالسيوم والألياف جعلها من التوابل اللي بتساعد في تقليل الكوليسترول، لأنها بتعمل على القضاء على الأملاح الصفراء من الجسم، وبالتالي تخلص الجسم من هذا النوع من الأملاح بيساعد الجسم على تكسير الكوليسترول لينتج أملاح صفراوية جديدة، ونتيجة هاي العملية بتم تخفيض مستويات الكوليسترول العالية. وأكيد كنا جربنا القرفة وشمينا ريحتها القوية، بس الخبر الحلو إنه كتير من الدراسات أثبتت إنه ريحة القرفة ونكهتها بمثابة منبه للعقل، وهي كمان بتحسن من الذاكرة ومن الوظائف المعرفية للدماغ.
بتحتوي القرفة على كمية كبيرة من مركب الكومارين، هذا المركب اللي بيحسن من الدورة الدموية وبعمل على منع تجلط الدم اللي بسببه يصاب الأشخاص بأمراض القلب. القرفة إلها دور كبير في الحد من انتشار الخلايا السرطانية وتقليص معدل نمو هاي الخلايا وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية. أما إذا حكينا على الفطريات والالتهابات اللي بتصيب الجسم بننصحكم إنه تتناولوا القرفة بشكل منتظم مع العسل، لأنه أظهرت الأبحاث إنها بتحتوي على خصائص قوية مضادة للجراثيم والالتهابات والبكتيريا اللي بتسبب قرحة المعدة. رغم إنه القرفة من المشروبات والتوابل المهمة للحفاظ على صحة أجسامنا، إلا إنه لازم نتناولها باعتدال، لأنه أخذها بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة ممكن تؤدي لمشاكل في الكبد. وعلى النساء الحوامل إنه يتناولوها بحذر أو حتى يبتعدوا عنها خلال الأشهر الأولى من الحمل. القرفة ضيف في بيوت كتير من شعوب العالم، انعرفت بالطب الهندي باسم الأيورفيدا، وكتير من الدول العربية بيعرفوها باسم الدارسين. استعمالاتها منوعة، ممكن نضيفها مع الشاي، وهي مكون رئيسي لكتير من الحلويات مثل فطيرة التفاح الشهية. استمتعوا بريحتها واستفيدوا من عناصرها. وخلينا نكمل مع دكتور سعيد ونسأل. هلأ دكتور، أنت قلت إنكم تفحصوا، تفضل، أنت قلت إنكم تفحصوا الطفل لما ينولد. نعم. فأكيد في علامات معينة بتدلكم إنه صحته ممتازة، أو علامات أخرى بتخليكم تقولوا لا والله بدنا ناخذ إجراءات تانية. إيش ممكن تكون العلامات اللي صحيح جداً الطفل؟ الكلام اللي بتحكيه. الطبيب اللي عنده خبرة أول ما يفحص الطفل بفحصه بالنظر inspection، يعني بيعمله بينظر إلى لون الطفل، حركته، نموه، وأهم شيء مدى نضوجه. إذا الطفل كامل الحمل مش كامل، كيف بتحرك، كيف لونه، كيف شفايفه، بكاء، حركة إيديه وإجريه زي ما قال الدكتور هون مهمة جدا. بعد ما يعمل الفحص هذا في علامات ممكن تدله على أنه هذا الطفل بحاجة إلى رعاية. مثلا إذا وجد أنه دقات نبض الطفل مش صحيحة، عالية أو واطية، أو وجد لونه فيه إزرقاق، أو وجد نفسه مش منتظم، أو وجد مثلا الطفل عنده انتفاخ في بطنه، أو وجد وضع مش طبيعي في حركات إيديه وإجريه في أعصابه، يعني في أمور عديدة بنتبه لها. الطفل زي ما قلنا ممكن يجد زراق على الشفايف. نعم. ممكن يجد إنه الطفل نفسه مش مناسب. نعم. مش صحيح وبحاجة إلى مساعدة بأجهزة التنفس. ممكن يجد أشياء زي نحكيها إحنا دائما بالجهاز العصبي، يعني ممكن أطفال ينولدوا نجد عندهم ظهور نتوء في الظهر أو خلل في الدماغ، كبر صغر في الحجم، وضع العينين. هذا الطفل ببكاء شديد أو بكاء منخفض جدا، نشاطه، حركته، هذا الطفل مثلا بيبكي كتير، في إشي مضايقه، أي شيء الطفل بيطلب المساعدة لأجله. طبعا بيطلب الطفل المساعدة إما بالبكاء أو بأنه يظهر علامات حيوية غير صحيحة. وهم من ذلك كله أنه صدق الأم. نعم. الأم إذا اشتكت من شيء يجب أنه نأخذه على محمل الجد. جميل، شكرا يا دكتور. طيب خلينا نسأل أسامة، هل في حالات بتتعاملوا فيها مع أطفال بالعلاج الطبيعي؟ في حالات كثير بنتعامل فيها، طبعا بيكونوا تعرضوا لمشكلة إما قبل أو أثناء أو بعد الولادة، من المشاكل زي الشلل الدماغي، مشكلة الأبسبلسي أو الخلع مثلا، أو بصير في زي مثلا في بعض الأهل بشدوا الأطفال بشكل قوي من إيديهم، فهذا بتسبب لنا في مشكلة كبيرة. في زي ما شفنا برضو مشكلة من المشاكل اللي بتصير في النخاع الشوكي مثلا. هلأ بناء عليها وعلى درجتها بتتحدد طبيعة البرنامج اللي رح يتبعه الطفل، قديش مثلا في عنده نقص، أو قديش في عنده درجة الناس نقول الإعاقة، تأخر في الحركة أو تأخر في فأنتوا تستلموه وبتعالجوا هذا. في طبعا حسب فترة العمرية بنحدد، لأنه في زي ما قال عمار برضو في فترة منحدد فيها قديش التطور في الجهاز العصبي والحركي بيصير. بناء عليها وبناء على الوضع اللي عند المريض نفسه وعند الطفل
منحكم قديش مثلا احنا بنقدر نساعده ونخليه يكون اكثر فعاليه في المكان اللي هو موجود. احنا اكيد نتمنى السلامه لكل اطفال أكيد. اي حدا عماله بيحضرنا. خلينا هلا معنا مداخله عن قسم الخداج والخدمات المتاحه بهذا القسم، بدنا نشوفها ونرجع نكمل مع احسن النصائح العلميه بخصوص غذاء الاطفال. عدد الولادات عندنا السنوية في مستشفى الصل من 3700 حالة لغاية 4500، عدد الدخولات في قسم الخداج من 370 ل 450 حالة. هاي الحالات تتنوع ما بين أطفال خدج الذي لم يكتمل عمر الحمل 37 أسبوع، هذول الأطفال بيكونوا معرضين لمشاكل في الجهاز التنفسي، قصور ونقص مادة السرفانتا سرفاكتنت اللي بتجعل الطفل بحاجة لدخول على الخداج و انه نعطي اكسجين ومراقبة التنفس عنده. هناك حالات اخرى ايضا هي حالات الاصفرار اللي يحتاج الطفل الى اشعة فوق بنفسجية الفوتوثيرابي. في عندنا حالات الاطفال الخدج اللي بيكتمل علاجهم وبحاجة بعد ذلك الى عملية التسمين اللي هو ايصال وزنهم الى 1.8 كيلو. عندنا حالات برضو اللي هي حالات التجرثم الدموي اللي بتحتاج إلى فحوصات مخبرية وصور شعاعية ومضادات حيوية وريدية. وزي ما وعدناكم هلأ وقت فقرة الغذاء للأطفال حديثي الولادة. خلينا نشوف دكتور إذا لك تعليق كمان على التقرير. والله الفيلم هذا طبعا أخذ في مستشفى الحسين الصل وهو ريال تايم، يعني فيلم حقيقي ولم يحضر له فجائي. نعم. وكان في هذاك اليوم عندنا حالات كتير يعني طمنا عليهم الأطفال. معظم هذول الأولاد روحوا على بيوتهم الآن وصاروا مع أمهاتهم وأبائهم. قديه مهم الغذاء في الأشهر الأولى للطفل؟ الغذاء بالنسبة للطفل هو تقريبا يعني بدي أقول ثلث العناية اللي بيحتاجها الطفل في أول ما يولد. نعم. لأنه الطفل بده يعني لا يجد إلا مصدر واحد للتغذية وللنمو. الغذاء ضروري جدا لنمو الطفل. نعم. العصبي والجسماني والحجمي والغذاء ضروري جدا لإيش هذا الطفل بده يصير في المستقبل. الآن بتكلموا إنه هذا الغذاء هو زي البصمة اللي بياخدها الطفل وعليها مستقبله بده يتم، طويل قصير ناصح محير، مناعته ايش ممكن يتعرض لامراض، ايش ممكن يصير فيه. فما تتخيلي انه الغذاء زي غذاء الكبار. غذاء الكبار عنده مصادر ينوع. صحيح. لكن الطفل ليس لديه الا مصدر واحد وهو الحليب، وهي من حكمه الله طبعا لسهوله العنايه ولسهوله توفر الحليب عند الام. حليب متوفر دائما 24 اورز دافئ مناسب للطفل، تركيبته مناسبه جدا لهذا الطفل ولنموه، ما بتضع عليه اي عبء. تمام. طب مين عنده اسئله؟ تفضلي سميه. يعطيك العافيه دكتور. يا هلا. سميه القضاء من كليه رفيده الاسلاميه للتمريض والقباله. دكتور حابه اسالك سؤال، يعني هل في اكله معينه ممكن نعطيها للطفل خلال الاشهر الاولى
وبرضه في اكل معين ممكن انه نجنب الطفل اعطائه يعني خلال الاشهر الاولى، يعني كونه انه الطفل حساس يعني بعض الاكل ممكن انه يتعرض لحالات صحيه معينه ممكن تؤدي لمرض معين. نعم، سؤال واقعي جدا من حياتنا. يعني انا ما زلت بذكر ام جابت لي طفل قالت لي هذا في اول اسبوع اكل منسف، فانا يعني بقولها يا شيخه، قالت لي طبعا احنا يعني جماعه من الطفل منعوده وهذا بده يصير شيخ. فالطفل باول حياته لاول 4 شهور لا يحتاج الا الى الحليب، صدقا لا يحتاج الا الحليب. الحليب اللي الله موفره ليس بحاجه الطفل لا لا سيريلاك ولا لا اعشاب ولا لا عصائر ولا لشيء. الحليب اللي الله معطيه وخصوصا حليب الام الرضاعه الطبيعيه له فوائد عديده جدا. الاطفال اللي بيرضعوا من امهم مناعتهم افضل، ما بتعرضوا التهابات اذن ولا نزلات معويه ولا بصير عندهم طفح. الحساسيه اللي بنشوفها حاليا عند الناس بتزيد بشكل شديد لها ارتباط بالحليب. في بعض الدراسات بتقول انه حليب البقر له علاقه بمرض السكري عند الاطفال، في دراسات عديده. المهم انه لا يوجد شيء افضل من الحليب لاول 3 إلى 4 شهور عند الطفل. بعد الشهر الرابع ممكن ندخل الاشياء اللي فيها نشويات زي السيريالز، ثم نبتدئ على 6 شهور ندخل الأمور الثانية زي الفواكه والخضار، على 8 شهور ممكن ندخل البيض، وهلما جرا شوي شوي منعود هذا الطفل. بعد ما يوصل ل9 شهور يبتدئ يأكل بعض الأشياء الناعمة أو الطرية من أكل البيت. إنما قبل الـ4 شهور رجاء ما حدا يجرب لا مناسف ولا أشياء ثانية، يعني لأنه هذا الطفل المسكين يعني لم يجهز أمعاؤه لهضم إلا الحليب. في سؤال دائما بيسألوه، قد ايه فترة الرضاعة الطبيعية اللي بتوصف فيها الدراسات؟ شوفي، هو يعني لنرجع شوية للدين. الدين بقول القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فوضع حد الأعلى القرآن للرضاعة 2، الحد الأعلى. لكن لا يعني أنه 2 بس رضاعة من الأم، زي ما قلنا من 4 أشهر بيبتدأ نعطيه مساعدات، بتصير في الآخر الرضاعة من الأم قليلة. لكن إحنا منقول إمشان الله رضعوا 6 شهور على الأقل رضاعة من الأم. 6 شهور هي هاي الحاسمة في حياة الطفل. أعطوا هالطفل فرصة يستفيد من حليب أمه لأول 6 شهور. اللي بيصير عندنا إحنا في نساء مثلاً بتشتغل إجازة الأمومة 3 شهور، فبتضطر تعوده على حليب اللي هو الاصطناعي اللي مصدره بالأساس حليب بقري ومهيئ، بحاولوا إنه خلوه يشبه حليب الأم. حليب الأم، بدي أقول لكم، حليب الأم هو نسيج حي وليس سائل. في كريات بيضاء حية بتشتغل، في أجسام مناعة الأم بتفرز من جسمها، هو نسيج حي وليس مجرد سائل زي حليب البقر. نعم، إيش هدول الأرقام دكتور؟ هدول لأي يا ستي حي؟ هذا منشوف إحنا إنه الحليب الأم مشكل معظمه تقريبا 90% من ماء. ليش؟ طبعا لانه جسم الطفل المولود حديثا هو 80 الى 90% ماء. جسم الطفل مي. بنشوف في انواع عديده جدا من الكربوهيدرات تدخل في تركيب الحليب. هذه الكربوهيدرات متنوعه وفيها اشياء وحيده الاوليغوساكرايدز، يعني وحيده السكريات، في ثنائيه وفي ثلاثيه او متعدده، في بروتينات عديده جدا. ما بيصير إنه الطفل يكون غذائه خالي من الدهون، الدهون ضرورية للنمو. نعم. وخصوصاً في المراحل الأولى. معادن، هذا حقل رهيب جداً من المعادن، الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، الحديد، وكله له أثر في نمو هذا الطفل. وفي أمور حيوية أخرى كمان موجودة في الحليب، هاي التركيبة الرئيسية لهذا الحليب. تمام، شكراً يا دكتور. هسه رح نحكي عن ممارسات المنتشرة ونحكي الصح فيها. أسيل، بما إنه إحنا بفقرة الغذاء فلازم نسألك، هلا احنا قلنا بعد الـ4 أشهر نبدا ندخل الاكل، ايش الاكل اللي نبدا ندخله وايش الاكل اللي نتجنبه لما يبدا الولد ياكل؟ هلا لما نحكي عن دخله بعد الـ4 أشهر زي ما حكى الدكتور تقريبا، بندخل بالاول الحبوب المدعمه لهم، مختصه لهم بتكون. نعم، بتكون حبوب معينه للاطفال هدول، مش معناته يدخلوا خبز واشياء طبيعيه ناكلها، احنا بتكون لهم مخصصه للطفل. بعدين بيدخلوا الاشياء الطريه، يعني مثل الخضروات اللي ممكن تكون طريه بالعاده بتشوفي بغلوهم وبهرسوهم حتى. بعد بيدخلوا حتى بصلصه التفاح، ابل صوص.
اشياء سهله ياخذها الطفل ويبتلعها، مش اشياء صعبه. هلا حنشوف ايش لازم نتجنبها. نعم. في صوره بتورجينا اياهم، بتجنب الاشياء اللي بيكون عنده مشكله يبلعها او ممكن يتشدق فيها. صحيح. لانه حيلاحظوا الطفل دائما اول ما بلشوا طعموه بيضلوا يبزقوا الاكل، بفكروا ما بده اياه، بصير يحكوا خلص ما بحب هاي الشغله ما بدنا نطعميها، هو بيكون بس عم بتعلم عمليه البلع وبضل يبزق ويرد ياخذ، فما يضلهم يفكروا الاهل انه لا ما بحب هاي الشغله، خلص ابني ما بحب التفاح، لا لا مش صحيح. هلا في الاغذيه اللي لازم يتجنبها الطفل، طبعا واضحه الامور لانه هون مثلا البشار صعب يبلع كله، بضل في اجزاء معينه ممكن يتشردق فيها، الاشياء اللي ممكن تكون سكريات اللي بدها مضغ كثير ممكن يتشردق فيها، الاشياء القاسيه مثل التفاح، التفاح يفضل يغلوه او يستعملوا الصوص تبعه. فزي هيك اشياء لازم يتجنبها الطفل. وفي اطفال معين اذا بتلاحظوا زي ما حكينا قبل شوي، في اطفال في اشياء بتلاقي ببزقها ما بيحبها وهيك، في عن جد منهم ما بيحبوا هاي الشغله، ممكن يكون بسموه بيكي ايتر، ما بيحب ياخذ هاي الشغله خصوصا. هلا هدول ممكن احنا ايش ندعمهم اشياء تانية، يعني خلينا نحكي وما بيحب هاي الشغله وهاي الشغله ضروري جدا لمعادن او فيتامينات معينه، بنصفي انه نعمل له دعم من مصادر تانية ممكن يحبها او يقدر يتقبلها او يستسيغها. طيب خلينا نشوف، بما انه معنا اسيل مين حابب يسال. أصلا أنا بدي أسأل، إنه إحنا الكبار دائما بيحكونا إنه ما يعني ما بنأكل قبل النوم، بالنسبة للأمر هذا بالنسبة للأطفال إنه ممكن إني بعطي أنا الطفل وجبة قبل النوم ولا لا؟ طفل هو صغير بحتاج كل ساعتين ثلاثة أنينة، فمش معناته ما يأكل بالليل، ولكن طفل اللي بعد بوقت تقريبا بيقدر لحاله يمسك رضع ويقعد عليها، هذا ممكن إيش عندهم عادة إنه بخلوا الحليب في تمهم، بيطولوا يعني زي المخمخ عليه، يعني ضلوا قاعد بس بخلي الحليب في تمه، بترك بركة من الحليب في تمه وفيها سكر طبعاً، هاي ممكن تعمل عنده مشاكل مثل تسوس أسنان وغيرها، فيفضل بهاي الفترة لما تلاقيه بيطول بالأنينة يعطوه يا أما مي، لأنه هو بيكون تعويد الشغلة ممكن ما يكون جوعان أساساً، أو إنه مش يستعجلوه بس لكن ما يعودوا إنه يخلي بركة حليب في تمه. تمام. طيب مين كمان؟ أسماء تفضلي. يعطيك العافية سيل، بس بدي أسأل عن مدى صحة وضع السكر والملح على أكل الأطفال المصنع في المنزل. طبعا اطفال حديثي الولاده عندهم حليب الام جاهز ما بده اي شيء زياده، كله يعني متكامل. اما الاطفال اللي بعدين بندخلهم اشياء ثانيه مثل حكينا الاكل معين، يفضل ما نزيد ملح ويفضل ما نزيد سكر، ما بيحتاج هالاشياء، عم ياخذها اساسا من الاكل نفسه. يعني مستقبلا ممكن تلاقي طفلك بطل يحب الفواكه لحالها، بحبها مع سكر، بحب الاشي الحلو اكثر، فيفضل يبعدوا عن هالاشياء. تمام، خلينا على الاشياء الطبيعيه. اذا مين كمان؟ منى. هلا شو بتنصحي بالنسبه للاغذيه الجاهزه اللي بتنباع بالسوبر ماركت وفي الصيدليات؟ سؤال رائع. هلا في ناس بتلاقيهم بيقربوا عليها اكثر، مش لانها احسن، هي 100% مش احسن. الاكل لما يكون محضر بالبيت بيكون اصلا فيه تنوع اكثر، وحتى ممكن يكون افضل له بكثير من نواحي كثير متعدده، ما فيه اصلا اشياء ممكن تحمي الاكل نفسه، المواد الحافظه يعني. ولكن ليش بيروحوا لهي الاشياء؟ لانه اسهل اذا بتفكر فيها الموضوع. صحيح. يعني سهوله اكثر. صح. فيفضل يكون يبعدوا عن اشياء تجاريه بصراحه. طيب تمام، طالما عم نحكي عن الاكل، شو رايكم نروح نشوف صديقنا عبود كيف تعامل؟ حطوا عبود مع طفل وصار عبود بده يطعمي هذا الطفل ويدير باله عليه، خلينا نشوف شو عمل ونرجع نكمل مع ايش الغلط وايش الصح بالممارسات اللي بنعملها مع الاطفال حديثي الولاده. خلينا هلا نرجع للممارسات الغلط. زي ما انت قلت، الام بتحكي والحماي والجاره والصاحبه وكلهم بيحكوا، وانت قلت الامهات مرات بيكونوا عارفين انه غلط بس ضغط المجتمع. خلينا هيك نحكي كم من شغله، مثلا التمليح. نعم، تمليح انا بعده جريمه، هي محاوله قتل. يعني باختصار شديد احنا ياما شفنا
من زمان كان شديد هاي الممارسة، الآن خفت كثير مع انتشار الوعي، وكان لها مبررات لا تدخل عقل، إنه الطفل اللي مملح بيطلع مؤدب والطفل اللي غير مملح بيطلع وقح بعيد عن السامعين. ما بعتقد يعني الملح يمتص من الجلد ويدخل على الجسم، بيرتفع نسبة الملوحة، بتسبب أشياء شديدة بديش أخوف المشاهدين فيها. رجاء أي حدا ما يرد إذا غلط على العادة وعلى عاتي ما يقترب منها، ولو في ناس بقول لك لا إحنا بنحط معلقتين كبار ومنسبحوا فيهم، لا ما في. هي على فكرة لها طقوس، مع بيحطوا مع ريحان ومع وأربعين يوم بتضل هالقصة، يعني مصيبة. تمام، إذا عم نحكي إنه التمليح لا، بس في يحمم الطفل في الماء الطاهر الطبيعي بس بدون أي إضافة أي ملح. طب وتكحيل الطفل يا ستي؟ التكحيل في إحنا المشكلة إنه عندنا في بالكحلة وجود معادن ثقيلة زي الزئبق والرصاص، صحيح. هذه المعادن برضو تمتص من العين وهي خطرة جدا على الدماغ والأعصاب. الكحلة لا نستطيع ضمان إنه يوجد كحلة ما فيهاش هاي المعادن، هذا واحد. اثنين، ممكن تكون محفوظة بطريقة غير نظيفة تدخل عدوى للعين. ثلاثة، ممكن نفس المكحل العود هذا يجرح عين الطفل. لماذا التكحيل؟ يعني منجمل الطفل من أو نشوفه أنه أحلى؟ والله بقولوا لا، اللي مؤمنين فيه بقولوا لك كمان بطهر العين. هو الكحلة فيها بعض أملاح النترات، صحيح أنه ممكن تطهر العين، لكن لوجود الشوائب تركنا الإشي المفيد فيها من أجل الخوف من الأشياء، يعني مساوئها أكثر من فوائدها. بالضبط عليك يا نور، هي مساوئها أكثر من فائدتها. تمام. طيب كمان ممارسة بنسمع عنها التربيط. نعم، بصير الولد زي العصاية هيك مؤدب، بسموها بالبلدي التقميط، يعني مقمط. أيوة. أيوة. بقول لك هذا بشد أعصابه وبشد رجليه. شوفي الضغط، الطفل في بطن أمه موجود في إيش؟ في سائل. ليش في سائل؟ حر بيسبح وهو متعود على هاي الوضع. هو الطفل بده بوردرز، بده حدود، بده لما يحرك ايده تخبط في اشي يرجعها بيرتاح، بس ما بده قيود حديدية. يعني انا لما يجوني امهات لفين الولد ثلاث اربع لفات بقولها خايفة يهرب، بتصير تضحك، بقولها تخافيش والله ما راح يهرب، فكفكية. الطفل بحاجة الى دفء ولباس يقي من التبخر المي ومن حدوث اي اصابات او خدوش على جلده، وإشي بدفيه بنفس الوقت يقي من الجو الحار. آخر إشي عندي أنا وبعدين بدي أشوف إذا حدا عنده بسمع أي إشي، السرة في نعم. تعامل مختلف معها. السرة في مدارس مختلفة للتعامل. نعم صحيح كلامك 100%. السرة صحيح، الحبل السري هذا هو الحبل الإنعاش اللي كان يوصل الطفل بالأم لما ينولد. هذه لحظة مهمة جدا في حياة الطفل، إنه إحنا منسكر عنه الحبل اللي كان يجيب له الغذاء والدم والأكسجين، نقطعه عنه. من هذه اللحظة هي اللي بتبتدئ عمليات التحول في جسم الطفل إنه يعتمد على نفسه. باقي الحبل هذا الناس بيعتقدوا إنه هذا بس هيك حبل، لا، هذا فيه أوعية دموية مختلفة وأعصاب وفي قنوات موجودة فيه، يعني هو وبعدين ربنا خلقه من مادة جلوية كثيفة عشان ما ينتني في داخل البطن وينقطع الدم. المهم بعد ما ينولد احنا بنترك عادة 2 سنتي وبنركب عليه الملقط هذا، ويفضل انه قبل ما نركب الملقط انه الطفل يكون في نفس مستوى الام وما يمكث اكثر من 5 دقائق عشان ما يجي دم كثير من المشيمة، وبنفس الوقت ما يكون عالي عشان ما ينزل دمه يرجع في المشيمة. سكرنا الحبل السري، يبتدئ الحبل شوي شوي البقية هاي الستمب بنسميها في الجفاف، وبعد الجفاف بتسقط. في خلال هذه الفترة هي أسبوع، أكثر إشي أسبوعين. في خلال هاي الفترة إيش نسوي؟ ما نحط ملح، ما نحط دهون، ما نحط رشوش، فقط نمسح الحبل السري المتبقي وجهه وقفاه بالكحول الطبي، كحول 70%. نمسح ونمسح المنطقة اللي حواليه ونلاحظ هل الجلد محمر ملتهب أو لونه طبيعي. تمام. سنجد إنه الحبل سيقع تلقائيا بعد فترة. تمام. ما في داعي لوضع شلن ولا 10 قروش ولا ليرة ذهب كمان. في أطفال بيصير عنده مفتاق في السرة 90% بروح لما يمشوا. مين يساعدني هيك يتذكر معي إيش في ممارسات؟ تفضل. شوفنا دكتور عبود بدخن يعني عند الطفل، كم التدخين بضر للطفل؟ الدخان مضر، بيأثر على الأوعية الدموية، بيقلص الأوعية الدموية، بيسوي
ايرلي يعني الترسب انتوا بتعرفوا يعني اتروسكليروسيس ايش بالعربي؟ تصلب الشرايين مبكر عند الكبار، فليش نعرض الطفل لهذا الحكي؟ حرام تدخين حرام. طب نكسبنا الدكتور سعيد معانا ونسال برضه مين؟ لينا تفضلي. دكتور احنا بنشوف امهات بغلوا ينسون وكمون مع بعض، بعطوهم للاطفال حديثين الولاده في كميات قليله بملعقه. بدي اسالك يا دكتور، انت شو رايك في اعطاء الزهورات والاعشاب الطبيعيه للاطفال حديثين الولاده؟ تمام، شكرا يا لينا. شوفي هذه اذا اصبحت عاده، اذا بيعتقدوا انه هذا بديل للغذاء فهي عاده خطيره، ليست بديل عن الحليب وليست غذاء وليست لمنع الصفار وليست لمنع المغص. إذا في وبنصيحة الطبيب ومشاورة الطبيب هي أفضل من إعطاء الأدوية الكيماوية، لأنه أنا شخصيا بحبذ أنه ما نعطي الطفل الصغير أي أدوية مغص قبل السنة، أي أدوية مغص قبل السنة كلها ضارة. لكن هذه كبديل في حالات أنه جيت عند الطبيب وما قدرت تعملي أي إشي وراعيتي أكلك وعملتي له للطفل إشياء تانية زي مغطس دافي، ريحتي دشتي كذا، ومع ذلك بقي، هذه في حالات الضرورة القصوى، أما لا يكون مادة غذائية رجاء. تمام، مين كمان عنده سؤال؟ عرين تفضل. يعطيك العافية دكتور. هلأ دكتور حكينا بالنسبة لمجموعة اللي هي عنا من المشاكل اللي بتواجهنا الأطفال الصغار. هلأ بالنسبة لمشكلة الصفار، في كتير آراء وفي كتير اجتهادات بتحكي إنه للأم إنه لازم تعمل هيك وما لازم تعمل هيك. هلأ إحنا بدنا رأي علمي يعني اللي بتثبت عليه الأم علشان إنه تعتمد عليه وبنعالج مشكلة الصفار أو بنحلها. يعني الممارسات هاي، المي والسكر غلط، التومي غلط، في إشي كانوا يسموه هيك نبات أصفر بدناش نحكي اسمه، هلأ بيعطوه بنقطه في أنف الطفل، كنا نشوفه من زمان، خطير جدا هذا النبات، ممكن يؤدي إلى هبوط في الكبد وفي الكلى عند هذا الطفل. ما نلجأ لهذه الممارسات رجاء، في أشياء بيعملوا له حقنة أو إشي كمان، يعني الحقنة بتسبب له إسهال. في ناس بيعطوه اللي هو زيت الخروع بيقول لك بنسهل بيطلع الصفار، أنت بتسهله وتفقده سوائل وتفقده مواد مفيدة لهذا الجسم، قديش بدك تطلع من الصفار؟ إذا لاحظتي في حالتين، الصفار المبكر أو صفار شديد. شو يعني صفار شديد؟ يعني تحت السرة، إذا لاحظتي إنه اللون أصفر تحت السرة أو مبكر في أول يومين تعالي على الطبيب، خلي الطبيب يفكر ويعرف إيش سبب هذا الصفار ويعمل لك فحوصات، وإما بيطمنك أو بيعالج الطفل. تمام. أسيل حسب بدك تحكي شيء. الدكتور كثير حكى عن حليب الأم عن فوائده، صراحة كنت عبالي أرجع للصورة اللي حطوها قبل شوي اللي كان فيها مكونات الحليب بالضبط، حابة أعلق عليها من طريقة غزوية أكثر، يعني أكثر عمق. شفتوا كيف نسبة المي فيه عالية، وهذا برضو دليل إنه في الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء فيه بكمية كويسة ومفيدة جدا للطفل. نعم. الكميات اللي بيحتاجها. الكربوهيدرات زي ما حكى الدكتور، نوع الكربوهيدرات اللي بحليب الطفل متعدد، ولكن في كربوهيدرات معينه زي ما الاوليغوساكرايدز هاي بتمنع من كائنات معينه ما بدنا اياها تنمو في جسم الانسان. نعم. بالعكس بتحبز نمو البكتيريا الكويسه. برضو البروتين والصوديوم بحليب الطفل، سبحان الله، هو اصلا حليب يسمى بالبيرفكت فود او الحليب الكامل، ما في إشي زيه بالعالم. البروتين والصوديوم نسبتهم اقل، ليه؟ لانه الطفل عنده الكليه مش نموها كامل، ما بيقدر يكون عليها ستريس او لود زياده او حمل زياده على الكليه. نوع الدهون، في كوليسترول والدهون الاساسيه اللي بيحتاجها الطفل والانسان حتى، اللي بتيجي من خلال النظام الغذائي مش الجسم بصنعها، بكميات بالضبط بيحتاجها الطفل. المعادن برضو والفيتامينات الموجوده فيها شيء اسمه توفر بيولوجي اعلى بحليب الام، يعني نسبة امتصاصها أعلى لأنه الطريقة المحطوطة فيها في حليب الأم تكون ملتصقة أو مرتبطة مع بروتينات معينة، فامتصاص الجسم لها بيكون أحسن وأحسن. فهذا دليل ليه هو يسمى بالحليب. حسستك عم بتقولي الأمهات مشان الله بليز يرضعوا. لا جد والله، لأنه كثير إشي ضروري، هو يسمى حقيقة بالبيرفكت فود أو الطعام الكامل. هو دليل أنه ما في إشي زيه إذا بالعالم. إذا بإيديهم حرام يحرموا أولادهم. طبعا أكيد. طيب خلينا نروح لأسامة ونشوف. هلأ فيه قال الدكتور في طرق كمان لما يكون في مغص، ممكن مساج، ممكن، فانت شو رايك موضوع المساج للاطفال؟ هلا المساج بالنسبه للاطفال شيء كثير مهم، واحنا بننصح الامهات انه بالفتره الاولى من حياه الطفل لو بيعملوا له مساج بشكل دوري مثلا من مره لمرتين في الاسبوع، طبعا اكثر بيكون الموضوع يمكن شوي مزعج للطفل، هو على اساس انه بتكون شيء نقدر نعمله لفترات قصيره ونستمر عليه. هلا الفكره بالمساج انه له فوائد كثير بالنسبه للطفل، من ناحيه الجهاز العصبي، من ناحيه النمو، من ناحيه الدوره الدمويه قديش تتقوى عنده، والجلد لما يتعود على حركات معينه باستخدام برضه مواد مفيده للجسم،
وللجلد بالنسبة له هذا إشي كثير بيساعده. هلأ في مجموعة أمور لازم نراعيها لما نجي نعمل مساج للطفل على أساس ناخذ أكثر فائدة من هذا الموضوع، اللي هي مثلا الجو اللي رح نعمل فيه المساج أو المكان اللي رح نعمل فيه المساج لهذا الطفل، لأنه غالبا حيكون من دون ملابس، فمنراعي أنه يكون جو الغرفة كثير مناسب لإله، ما يكون في تيارات هوائية، ما يكون مثلا وقت المساج غلط، مثلا أنه يكون في وقت بالنهار يكون دافي أدفأ أوقات النهار أو أدفأ أو في ناس هلأ معظم البيوت صار فيها تدفئة أو بيقدروا يثبتوا درجة حرارة الغرفة لفترة معينة. هلأ بنختار هاي الفترة على أساس الطفل ما يتعرض لمشاكل، إنه نكون بنعمل إشي منيح نضره. شغلة تانية كمان اللي هي الطريقة اللي ممكن نتعامل فيها مع الطفل نفسه، أو كيف مثلا ممكن نتعامل على الطريقة اللي ما ينقذ منه. يعني مثلا لازم الزيت أو الكريم أو أي مادة بدنا نعمل فيها المساج أول شيء نستخدمها ونفركها بإيدنا لفترة على أساس تأخذ حرارة جسمنا إحنا، ما تكون مثلا باردة، أو غالبا هي بتكون ما صعب تكون حامية كتير على الطفل يعني. شغلة تانية كمان اللي هي بس نحط إيدنا على الطفل، المفروض إحنا ما نيجي مثلا نحط الإيد على طول ونبلش دايركت، المفروض نحطها مثلا نعمل مسحة خفيفة على أساس في مستقبلات عصب حسية في الجلد عنده تلحق توصل الإشارة العصبية له، ما ياخذ الموضوع ويخاف وما نقدر نفيده، لأنه أحيانا ممكن إحنا عم نثبت الطفل نأذيه، خاصة إذا تجربة أولى بالنسبة للأمهات الجداد. شغلة كمان بدنا ننتبه عليها قديش نكون قراب على الطفل، لأنه على قد ما نكون في عنا زي كونتاكت أو تواصل ما بين الأم والطفل، هذا بيعطي أمان أكثر وبيخليها تطول بفترة المساج لفترة أطول من هيك. تقليب الطفل برضو من الراعي أنه يكون إشي كتير مثلا سلس، ما يكون حركات سريعة، يعني مثلا كيف بحط إيدي على ظهره بقلب شوي شوي، وخلال أنا ما بقلبه بحاول أعمل مساج. برضو في أماكن معينة ما بنحب نزيد فيها، مثلا زي عظمة الترقوة، هي عظمة مثلا بتكون شوي لسه نهاياتها مش ملتحمة لفترة بتقعد طبيعي عند كل الأطفال، فما باجي مثلا بضغط، لأنه في كثير ناس من الممارسات الخاطئة الضغط عليها بشكل قوي أو حتى سحب الطفل من راسه أو من إيده، هلأ هذول كثير ممكن يعرضوا الطفل لمشاكل صحية كثير. طيب إحنا عم نحكي عن المساج، كمان في سؤال كيف نحمل الأطفال الصغار بدون ما نأذيهم، سؤال بيخطر على بالنا دايما، خلينا نروح ونتعرف على الإجابة الصح مع بعض ونرجع نكمل. خلال فقرتنا لليوم رح نتعرف كيف ممكن نتعامل مع الأطفال حديثي الولادة، كيف ممكن نحملهم بطريقة سليمة وما نأذيهم، كيف ممكن إنه نشيل الطفل ونرجعه لمكانه من دون ما نتسبب له بأذى أو نتسبب له بمشكلة صحية ممكن تأثر على مسار حياته لفترة طويلة. إنه أول شيء رح نحاول نثبت رأس الطفل بكف الإيد زي هيك، وبناخذ الطفل على الإيد وإيدنا الثانية رح تثبت منطقة الحوض وأسفل الظهر. هلأ رح نحاول نلف جسم الطفل ونقرب علينا قدر الإمكان، بهيك إحنا بنكون حملناه بطريقة جيدة، وإحنا بنرجع فيه كمان لازم نتبع نفس الطريقة اللي هي على الإيدتين، بس رح نعكس شوي إنه رح نخلي إيد عند الرأس والجزء العلوي من الظهر والإيد الثانية عند منطقة الحوض، وبنرجعه من رعي إنه رأسه يكون آخر شيء بيرجع على الأرض أو على المكان اللي هو بينام فيه اللي هو رأسه. في عنا عادة من العادات الخاطئة اللي إحنا بنعملها كمان مع الطفل اللي هي سحب الطفل من إيده. هلأ عادة هذا الإشي بتسبب لنا إما بكسر أو بخلع في المفصل، أو بتسبب في بعض الأحيان لمشاكل في الأعصاب اللي بتغذي الإيد نفسها. شغلة تانية كمان إنه المداعبة بالحركة الرأس أو سحب الرأس لأعلى أو لأسفل، هلأ الفقرات عند الطفل نفسه والعضلات بتكون لسه مش مهيئة إنها تحمل أوزان أو تتعرض لإصابات خارجية، فبالتالي إنه ممكن بقصد المداعبة تأذي طفله. في شغلة كمان بدنا نعملها أو نتأكد منها كمان اللي هي تقليب الطفل فترة النوم، إنه لازم الطفل ما يضل نايم طول الفترة اللي هو فيها بينامها على نفس الجنب أو على نفس المكان، لأنه هذا ممكن يأثر على شكل الرأس عنده، فلازم نعمل تقليب لوضعية نوم الطفل بشكل دوري كل ساعتين أو كل 3 ساعات. بهيك إحنا بنكون عملنا لكم مجموعة من الأمور اللي ممكن نتبعها ونحافظ على صحة طفلنا ونقلل من فرصة حدوث المشاكل عنده. احنا رجعنا هلأ مع أسامة وعنده كم من شغلة بده يحكي لنا إياهم مهمين. غالباً الأمهات بس يجوا يحملوا الطفل لفترة معينة بتلاقي إنه الطفل ضاغط على الأوتار الموجودة عندنا لهاي العضلات، وبنفس الوقت وهي عم بتحرك في ضغط وفي احتكاك شغالين، فهذا بيؤدي إلى التهاب أوتار معينة مسؤولة عن حركة خاصة هي بتأثر في الإصبع الكبير.
يعني أو في العضلات المسؤولة عن تحريك الأصبع الكبير بهاي المنطقة. فمنلاقي عندها مرات إنه زي المنقول زي كتير ناس بيقولك زي بتضرب كهرباء بهذا المكان، أو لما تيجي تحرك زي ما إحنا شايفين بالصورة هون، لما تيجي تحرك بهاي الطريقة بتلاقيها كتير مؤلمة وما بتقدر تعملها لفترات طويلة. هاي حركات احنا بنستخدمها بشكل يومي مثلا بشغل البيت او بتعاملها مع الطفل. في كمان شغله احنا بنشوفها هون اللي هي زي تضخم شوي في المكان اللي فوق الاوتار. هلا هذا بنتج انه صار عندنا التهاب في الاوتار لفتره شوي طويله، وكثير ناس طبعا بتهمل في العلاج ما بتقولك مثلا هاي يومين وبتروح لحالها، او صح. بتقعد مثلا توصف لحالها ادويه او بتقعد تشتكي او بتهمل بشكل كامل. فهذا بيؤدي في بعض الاحيان الى تليفات. هلا هاي بتكون برضه بارزه، ومجرد انه يضرب او يضرب اي شيء في هذا المكان، مثلا في ناس تلبس ساعه او بتلبس اسوار او حتى لو الاواعي مثلا احتكوا فيها شوي، بتؤدينا الى اذى كبير. هلا عاده احنا بنعطيهم في شيء اسمه زي ريست سبورت او الثمب سبورت اكثر. هلا هذا بيخلي الحركه شوي محدوده بالاوقات اللي خارج التمرين على اساس ما نعرضها للزياده، او انه مثلا مش كل الحركات بتكون مفيده لها، لانه احنا بنعطيها بنعمل برنامج علاجي لهدول الناس بنراعي فيه شغلتين اللي هي طبعا الالم والالتهاب ومحدوديه الحركه اللي هي بتهمنا اكثر كمان. نعم. يعني الالم والالتهاب عاده بنتعامل معها من الوسائل الطبيعيه مثلا مثل الثلج او مثل الحراره. الثلج بعد التمرين والحراره قبل على اساس نكسب منها اكثر انه اكثر استطاله او نستفيد منها باستطاله اكبر في العضلات الموجوده عندنا. هلا احنا شفنا صور كثير، رح نورجيكم كيف ممكن نتعامل مع هاي المشكله. هلا احنا ممكن نستخدم التست او الفحص اللي بنعمله كاستطاله لهي الاوتار، بس حيكون كثير مؤلم بالنسبه للاشخاص اللي حيجربوا يمارسوا. عاده احنا قبل التمرين بنحط شيء كماده دافيه مثلا، او طبعا بيكون في بعض ادويه بوصفها الطبيب للمريض مضاده للالتهاب وبنفس الوقت مسكنه، فممكن يخلي مساج بالاول على هاي المنطقه، هي غالبا بتكون هون، حيعمل مساج زي بشكل دائري لفتره على اساس بيكون بهدف الترخي الاسترخاء في العضلات الموجوده، وبنفس الوقت ممكن يقلل من الالياف او يعمل على الاستطاله بنفس الالياف اللي تكونت عندنا. يعني مش كل التدخلات بتكون جراحيه لهذا الموضوع. هلا بعد هذا الشيء ممكن زي ما قلنا ناخذ التست اللي عملناه بالبدايه ونستخدمه كتمرين. ممكن نعمل تمارين يوميه بتكون شوي بسيطه، زي مثلا انه نسبح بالاصابع زي هيك. هلا هذا احنا بنكون بنحرك الاصبع وبنحرك الوترين اللي هم اساس المشكله اللي عم يحتكوا ببعض بطريقه سلسه، وبنفس الوقت بنراعي انه ما تكون حركتنا مثلا سريعه، بتكون نستفيد انه تقويه واستطاله بنفس الوقت، حركات زي هيك. في شغله ثانيه كمان ممكن نعملها اللي هي التقويه بشكل كامل للمعصم مثلا. حنمسك وننزل كف الايد لتحت، لانه احنا طبعا عندنا مجمع للاوتار كلها المسؤوله عن الايد في الرست نفسها او في المعصم. رح ناخذ بكل الاتجاهات لتحت ونستنى، لانه اي استطاله طبعا لازم نستنى بالاخر بنهايه المدى الحركي لفتره. شكرا يا اسامه. واحنا هلا بما انه احنا متعودين نعطي الناس ممارسات غلط ونقول لهم ايش الصح، هلا عمار بده يقول لنا ايش تقرير الرياضه اللي محضر لنا اياها الاسبوع. تقرير الرياضه هذا على جهاز اللي بنسميه الكروس ترينر، اللي هو في ناس بتستخدمه بدل التريدميل. فشويه يعني شو الوضعيات الجيده اللي الواحد يستخدمها وشو الوضعيات اللي ممكن تسبب اصابات او بدلنا على مشاكل فيها. طيب تمام، خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع فقراتنا. جهاز الكروس احد الاجهزه اللي بنستخدمها كبديل لجهاز الجري، والسبب اللي بنستخدمها هي انه في عنا امكانيه لان نزيد من التمارين الهوائيه لكن بدون ما نزيد من امتصاص الصدمات على الجسم. طبعا لما نتدرب على هذا الجهاز نتطلع منلاقي ناس كثير كتافها للامام وعمالها تشتغل وعمالها بس تسحب بالذراعين وبالساقين. مهم انه يكون الواحد للاعلى، معدته مشدوده، ميلته للأمام من الكاحل مش من الظهر. وبيسحب لوح الكتفين بيطلعوا لقدام وبيرجعوا لورا معنا. هاي هي الوضعية السليمة وهاي هي الوضعية الخاطئة. الخطأ الثاني إنه منلاقي بعض الناس القدم لافة فيها للخارج وعمالها تشتغل بهذا الأسلوب، وهذا دليل على عدم وجود مرونة في بعض أجزاء الساق، وبالتالي لازم نركز على الإطالة فيها.
الخطأ الثالث إنه الركبة بتكون داخلة للداخل بينما القدم دغري وإحنا عمالنا نشوف الجسم مش متوازي، وهاي برضو دليل آخر على عدم وجود مرونة كافية في العضلات اللي هي في الساقين، ومهم إننا نصلحها، ومهم إننا نبدأ نركز إنه برضو الساق والركبتين والقدمين كلهم إلى الأمام وهم عم يشتغلوا. فاصل صغير وبعده رح نستقبل بالاستوديو زميلنا أحمد ونشوف إيش صار معه بالنتائج لنظامه الصحي اللي صار له فترة ماشي فيه. خلينا نشوف. خلينا مع بعض نرحب بأحمد معنا بالاستوديو. مرحبا. يعني اسمع، أنا عن جد بدي أهنيك من كل قلبي، أنت فارق كتير كتير كتير. شكرا. وعن جد بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أنت أكيد حاسس بالفرق. طبعا، مش بس أنا، الكل. أكيد. أنت لأول ما تفوت بتسمع تعليقات. أحمد معقول؟ طب ممتاز. طيب خلينا نشوف التقرير مع بعض، إيش صار معك الأسبوع الماضي ونرجع نكمل. يا هلا، كيفك؟ تمام. اخبارك؟ حالك؟ الحمد لله. انت جاهز هلا؟ جاهز طبعا. اوكي، راح نبدا باحماء بسيط وبعدين نبدا. اليوم حيكون معظمه ركض. اوكي اوكي جاهز. اوكي يلا جاهزين. ليتس جو. استغلينا الرياضات اللي كنت دائما بدربها مثل كرة السلة بأن نعمل بعض الحركات اللي ترفع من النبض وتخليه يبذل مجهود زيادة. طبعا هذا المجهود بيساعدنا على أن نصرف السعرات وبالتالي برضو نضيف لخسارة الوزن مع تغيير البيئة اللي هو اتمرن فيها، وطبعا البيئة الخارجية حتصبح شيء معتاد بالنسبة لنا ولأحمد مع بعض. مرحبا. اهلا احمد، كيفك؟ تمام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تمام. شايف وزنك نازل؟ الحمد لله. بنزل. الحمد لله. احكي لي عن التزامك. والله الالتزام مش زي قبل، اخف شوي صار. ليه؟ بالنسبه للدايت والنادي برضه نطلع مثلا تصوير خارجي وكذا، اوردرات من الصباح لاخر الليل. اوكي. فبضطر افطر برا واتغدى برا، عزايم. كان في عزايم. احكي لي عن هذول. كان في جماعه وعزمونا على منسف كذا، فاحراج صار الواحد لازم ياكل يعني كذا. مزبوط. بس كنت مسيطر على الامور يعني كميات معقوله. يعني حاولت تسيطر. بالضبط. طيب انا عم بسالك هاي الشغله عشان حابه اعرف اذا النظام الغذائي اللي انت مشيت عليه هلا اذا غير من البيهيفير بسموه او كيف انت بتتعامل مع الاشياء، يعني مثلا ممكن يكون غير من عندك انك انت لما تقعد مع اصحابك بطلت تحب تناقش على اشياء مش كويسه، تحب الاشياء الاحسن. فحابب اشوف اذا غير فيك هاي الشغله، ولما الناس يدفشوك وتضطر تاكل معهم ممكن مثلا انت تكون حددت الكميه، فهذا شيء رائع بيكون. فحلو لما اسمع انك انت حاولت تحدد كميه او حاولت تغير هاي الشغله. طب احكي لي هلا كيف ادائك الرياضي عم بتحسه؟
عم بيخف، يعني عم بحس حالي عم ببلش من جديد، يعني تقريبا قطعت اسبوعين تقريبا متواصلات، فصار في تعب وكذا وارهاق. ففي تعب نزل اللياقه البدنيه عندك بالضبط. انك قطعت يعني ببلش كاني ببلش من جديد صراحه. اوكي، عم تحس بالارهاق اكثر كمان؟ كثير في ارهاق. طيب هذا يمكن يكون برضه لانه احنا نزلنا عن نظامك الغذائي كميه الكربوهيدرات، والكربوهيدرات هو مصدر اساسي للطاقه. يمكن هاي الشغله بلشت تزعجك، ولكن هاي برضه اسلوب عشان تنزيل الوزن. هلا بتخيل انه نعدل شوي كم من شغله بنظامك الغذائي، نرد ندخل عليه هاي الاشياء. ليه؟ ما تفكر عشان نرد نزيد وزنك، لا، عشان ادائك الرياضي يتحسن كمان اكثر واكثر. فبدنا ندير بالنا احنا على الاداء وبرضه على الصحه مع بعض، ما بنركز على شيء واحد لحال. لما نركز بس على تنزيل الوزن خلص تدهور صحتك، ونضل نخلي النظام الغذائي خليط بالكربوهيدرات وما في طاقه وما في اداء رياضي. فبدنا نركز على هاي الشغلات مع بعض. نرجع هلا شوي نعمل كم من تعديل وان شاء الله امورك بتكون كويسه ان شاء الله. عندك اي طلبات؟ لا، يوم فري مثلا؟ لا، تكرم منك يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. يسلم. وزي ما شفنا في تناغم بين النظام الغذائي وبين النظام الرياضي، وهذا هو النظام الصحي اللي عم نحكي عنه. فبما انه احنا شفنا انه طول الوقت كان في تنسيق بيناتكم، كم من مره حكيت مع اسيل هذا الاسبوع؟ يمكن ما حكيت او يمكن مره واحده. طب ليه؟ انت لانك خلص فلتت ولا؟ بصراحه لا، مش لانك ما لعبت رياضه هذا الاسبوع. لا مش هيك، مش لاني فلتت، بس صراحه عن جد صرت اعرف انا لحالي ممكن انه ايش اشيل، ايش احط، ايش كذا. فانه ممكن اكل بسكوت بدل الخبز بدل الرز، او رز بدل الخبز، يعني بقدر ابدل اي شيء يعني. حلو. وهذا بصراحه كان جزء من هدفي يعني. بالاخير اذا بتفكر فيها عنود، مش حيضل معي الشخص للابد، المفروض لحاله يتعلم ويتثقف في هاي الشغله. المفروض نحن واجبنا نجحتي كثير يعني. الحمد لله. هو عارف مجموعه الكربوهيدرات ببدل فيها بالضبط. هذا هو هذا برضه، لانه احنا لازم نثقف الشخص، نفهمه ايش هي هاي الشغله، يعرف ايش عم ياكل، عشان هو لحاله يصفي معتمد على نفسه. وبرضه الحقيقه بيني وبينك يعني قال وجع راس لنا. اه صح. اذا الشخص بضل يعتمد عليك طول الوقت، بتكون انت عندك وقت انك تعطيه اياه، وما في دائما وقت. المفروض انت تعلميه هاي الشغله، بتستفيدي انت وبيستفيد هو. انا كثير ببسطني لما الاقي انه سلوكه ونمط سلوكه تغير لحاله. حتى مثلا لما قبل شوي حكى لك انعزم على شيء، لحاله انعزم، اوكي، اي شاف اللي قدامه مش مفروض ياخذه، مش جزء من نظامه، ولكن شو عمل؟ اخذه لانه اضطر، لانه يعني اجتماعيا احيانا نضطر نحن كلياتنا، خصوصا لما يكون منسف. بالضبط، منسف كثير ذكر اليوم بحلقتنا. ولكن بنحدد كميات معينه. وممكن يبعد عن شيء، ممكن يجي بعد، ممكن يكون في حلو بعد يبعد عنه، بيقدر يلاقي طرق معينه. يعني السلوك حلو، تسمع انه سلوكه تغير حتى. صحيح. بدون ما انا اكون موجود بكون بدون ما اكون مراقبه. والطريقه ما تحبطه يعني، هو دبر حاله، اكل كميات مناسبه وكانت الامور تمام. بالضبط. صحيح. طيب بلعبش رياضه؟ خلص فلتت الامور. لا، سيطرتك. لا، هي الحقيقه في سببين يعني. سبب انه كان عنده مرض يعني الرشح والفلو اثرت عليه. سلامة. لا، الحمد لله تحسن. ما بدنا يعني انه نرهق جهازه المناعي، فهذا جزء. هلا الجزء الثاني هو اللي شويه يعني انه العمل، ظروف العمل شويه كانت معاه. هذه اللي حقول له لا، انا عاد عندي مشكله. صحيح. فيها. وهذه عامه يعني بحكيها لاي شخص، انه لازم تنحط التمارين الرياضيه، او يعني انه جزء التمرين، ولو مش كل يوم، ولو يوم بعد يوم، كاولويه. لأنه ما حيحافظ على صحتك إلا الرياضة والتغذية السليمة. وبعدين يعني العمل موجود، لكن إذا إحنا حتى لديمومتنا في العمل، الواحد صحته أهم من أي شيء تاني. صحيح. فطبعاً هو يعني رحت أنا طلعت الفرقية عليه عشان أورجيه أنه كيف لما يفرق. أخذته على الغابة. أخذته على الغابة. وطبعاً كانت الدنيا شوي الحرارة يعني بدأت الدنيا تصير، لأنه إحنا الجو هلأ حلو هذا، فهم مستمتعين فيه. حرارة شوي كانت زيادة، كان في اختلاف شوية في جو التمرين عليه، لكن إشي جديد يعني. وإنه من شد بدك تشجعه يرجع مرة تانية كمان. صح. أكيد. لا أكيد يعني، هو مش دائما النادي الصحي هو دائما اللي مسلي، فهي بتضطر إلى الإشي اللي برا وبكون حلو يعني. طيب ممتاز. يعني أنت راجع للرياضة؟ آه طبعا إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. نتمنى لك جد إنك تضلك تنحف أكثر وأكثر لغاية ما يقولوا لك بكفي، عشان نضلنا بالإطار الصحيح. الإشي اللي أنا كثير مبسوط علشان إنه من لما بلشنا لليوم ما ثبت الوزن. حلو. وإن شاء الله الأسبوع الجاي حنعلن المفاجأة إن شاء الله قديش وصلنا يعني. صحيح، مفاجأة جد، أنت فارق كثير. نتمنى لك كيلوات أقل وأقل. وزي ما قالوا عمار وأسيل، كثير مهم إنه النظام الصحي يكون أولوية بالرياضة وبالغذاء. علشان هيك حافظوا على النظام الصحي علشان حياة أسعد. نروح فاصل صغير ونرجع مع التمارين الرياضية مع الكابتن عمار.
ورجعنا مع عمار واستلم واستلم. طبعا في عندنا تمارين احنا للذراع من الخلف، هاي دائما الستات بيشكوا منها وبنحاول ان نساعد انه ضل مشدوده. مهم انه الست تفضل عضلتها مشدوده وبقوتها زيها زي الرجل. هلا احنا ما بدنا ننفخهم صح، لكن مهم انهم يفضلوا مشدودين. هلا هذا ممكن ينعمل على كرسي، لكن برضه ممكن ينعمل على ستيب صغيره مثل هذه. هلا لما نيجي بدنا نعمل بنسميها ترايسبس ديبس، اللي هي انه النزله لتحت بنقدم لقدام. طبعا كل ما انا قدمت لقدام زاد الوزن، كل ما انا قربت يعني قربت القدمين معناته انا خف عندي الوزن، وهي فيزياء ما إلها دعوه بالرياضه يعني. اوكي، فبنمسك من هون وبنبدا ننزل. هلا مهم ان نتذكر انه هذا التمرين خصوصا اذا نزلنا كثير في التفاف عالي للكتف وممكن يؤدي للاصابات، فعاده ما بننصح اي حدا عنده الام كتف انه يعمل هذا التمرين. هذا التمرين الاول اللي رح نعمله وهو ل زي ما قلنا خلف الذراعين. هلا نعمل هذا عاده ممكن نعمله من 10 ل 12 مره، كل شخص له قدرته. كل ما كنا بما انه وزن الجسم ثابت الشخص ممكن يتقدم في عدد المرات اللي ممكن يعمله في اليوم. التمرين الثاني هو للعضلات الخلفيه للساق، وهي تقريبا التمرين الوحيد اللي ممكن يعزل هاي العضله بدون استخدام اي جهاز. اوكي، هاي بننزل لتحت لهون، بنحط اجرينا على الكعب. اوكي، بننزل من هون وبنطلع لفوق فيه. طبعا كل ما تقدمنا في المستوى بنروح مقربينهم اكثر والطلعة بتكون أعلى بكتير، ولما بتقدم أكتر بصير أعملها من الأرض مرة واحدة وبصير أشتغل بهذا الأسلوب. بسموها تيبل ميكر، كأنه الشخص بيعمل جسمه زي الطاولة يعني، عشان هيك بسموها تيبل ميكر. أوكي، وهذا التمرين برضه بساعدنا كتير على عزل العضلات الخلفية للساقين، وبهيك بنكون عملنا تمارين ل جزئين من الجسم مهمين. تمام، وكل فقراتنا دائما كلها صحة ومن أجملها فقرة الرياضة. وخلينا نروح لفاصل ونرجع مع نصيحة من كل شخص من فريق نبض الصحي. وخلينا نبدأ معك دكتور سعيد، إيش نصيحتك بآخر الحلقة؟ والله هي صعبة جدا انك تحكي نصيحة في آخر الحلقة، لكن الشاعر العربي قال: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والأم طبعا بعدها أبوها وهي زي الطفل. وقال الشاعر: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. لذلك نصيحتي، حاول كل واحد يعطي لطفله أو لابنه لبنته، خصوصا لبنته، ظروف أفضل من التي كان مر فيها، ويحاول بكل جهده أنه يجعل مستقبل لهؤلاء الأطفال، مستقبل لأمه في هؤلاء الأطفال. فنرجو أنه الكل يعطي العناية لهؤلاء الأطفال. وشكرا. تمام، شكرا يا دكتور أسيل. نصيحة اليوم أظن بينت خلال الحلقة ما حكيت عن حليب الأم، هي بالرضاعة. رضاعة جدا ضرورية، وأقل إشي زي ما حكى الدكتور، خلينا نحكي ما بتقدر المرة ترضع لفترة سنتين كاملين، أقل إشي بأول فترات، خصوصا الحليب اللي بيطلع بالأول اللي بسمى حليب اللبا، فيه خلايا مناعية هائلة ممكن تحمي الطفل من أمراض، وهاي اجت عليها دراسات حقيقية يعني. هو جدا فيه خلايا مناعية وجدا مفيد لجسم الطفل، والرضاعة ما فيها تكلفة وحماية لابنك وجدا صحية له وأحسن إشي ممكن يكون له. تمام عمار. نصيحتي بكل بساطة إنه للعناية بالطفل الأم لازم تعتني بنفسها. لما بنحكي عن التمارين الرياضية وإنها تعاني إنه بتساعد على إنه تخفيف الضغط عن حالها، هذا إشي مهم، ومهم إنها ترجع للتمرين وللحركة بسرعة، لكن مهم جدا نراعي التدريج التدريج التدريج، عشان لسه بدنا الوقت عشان نقدر نوصل للي إحنا بدنا إياه. صحيح أسامة. نصيحتي أنا مشتركة برضو اليوم مع عمار كمان، إنه زي ما هي بتيجي بالتدريج بتنزل وزنها، كمان مجرد ما تحس بألم المفروض تراجع طبيبها، لما توصل لمرحلة اللي تاخذ او تضطر انها تحتاج مسكنات او ادويه ممكن تاثر على ارضاعها لطفلها. فبالتالي انه مجرد ما تحس باي مشكله يا ريت تراجع طبيبها، وزي ما قال عمار برضو انها التدريج بالتمرين هذا كثير بقلل لنا من فرصه الاصابه او تعرضها للاصابه بشكل كبير. تمام، شكرا كثير لكم، كانت كل المعلومات اليوم مفيده وفي مكانها، وبدي اشكركم صبايا ساعدتوني اليوم، كنا نفكر سوا انا وياكم بالاسئله، فعن جد شكرا لكم. وخلينا نقول انه جواب علمي صحيح ومن متخصصين
يمكن يكون أغلى هدية لأم الآن على طفلها علشان تتعامل معه بثقة وهي مرتاحة ومطمنة. والرأي الصحيح المبني على العلم والخبرة أكيد بيقدم راحة وطمأنينة بتحسها الأم وبتنتقل هاي الراحة أكيد للطفل، وهاي أحلى نتيجة بنتمنى إحنا بالبرنامج إنه نوصلها. تابعونا الأسبوع الجاي أكيد، وعلى صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج نبض بتلاقوا كل حلقاتنا والتقارير الصحية اللي مرت معنا خلال الحلقات، بالإضافة لنصائح صحية مهمة وصور لكواليس البرنامج. كل هذا بتلاقوه على صفحتنا على الفيسبوك، ودائما لقائنا معكم بيسعدنا. بنشوفكم الأسبوع الجاي على خير وصحة وسعادة، وإلى اللقاء.